وصلنا إلى نهاية العام، وكان متميزا في مجال المشاريع الاقتصادية بمحافظة الأنبار التي شهدت ولأول مرة دخول شركات الاستكشاف النفطية إلى صحراء الأنبار وافتتاح طريق فلوجة باتجاه سامراء، إضافة إلى فتح طرق باتجاه الأقضية الغربية فضلا عن إعادة تأهيل مجمع تيوان النفطي. من ضمن الإنجازات المميزة لهذا العام هو أولا دخول شركات الاستكشاف، دخول كوادر الفرق الزلزالية الاستكشافية التابعة لوزارة النفط. الموضوع المميز الثاني هو إعادة افتتاح طريق الفلوجة سامرة، ولهذا ما يعتبر منجز كبير لأهالي المحافظة بعد إغلاق دامة كذا سنة. المنجز من المنجزات التي حققت هذه العام هو إعادة تأهيل مجمع تيوان النفطي والذي سيسمح بالتصدير باتجاه الأردن. ويتحدث مواطنون في الأنبار عن قطاع الخدمات في مراكز المدن ويصفونه بالجيد، لكن الحال يختلف في الأطراف حيث تعاني من نقص حاد بالخدمات الأساسية، مطالبين بالإسراع بتأهيل مستشفى الرمادي وإنشاء مستشفيات أخرى في العام الجديد. إعمار في خارج المدن من المناطق الغربية من الرطبة والقائم وهذه المهيت وحديثة، فهذه المناطق الحقيقة لم يصل لها إعمار مثل ما وصل داخل المدن. إسراع بتجهيز مستشفى الرمادي العام في أقرب وقت ممكن، يعني هاي يعني أقل أمنية ككل مواطن أنباري، وتوفير خدمات في المناطق الأطراف وليس تركيزا يعني في المناطق الداخلية. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة أغلقت مخيمات النزوح بعموم المحافظة باستثناء العشوائيات التي تقطنها عوائل لديها مشاكل أمنية وعشائرية لم تحسم إلى الآن. ورغم الإنجازات التي حققتها الحكومة المحلية خلال هذا العام، لكن ثمة مناطق أخرى لا تزال بحاجة إلى الخدمات وشمولها بخطط الإعمار في العام القادم. من مدينة الرمادي قتادة عادل، وان نيوز.